مخصصة لبحث التغيرات المناخية وأثرها على العالم وسبل التصدي لها. ويلقي الرئيس السيسي بعد تحدث أمامكم اليوم باسم المجموعة العربية. لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ إنذارا واضحا إلى العالم بأسره بضرورة التحول إلى أنماط جديدة للتنمية تشمل أنماط استهلاك رشيدة ونظم إنتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع آثارها السلبية. إن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ ما لها من آثار سلبية على التنمية، وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا أساسه مبدأ الإنصاف والمسؤولية والمسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والقدرات المتفاوتة والالتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار فإن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى للدول العربية، مثلها في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية. إن دولنا تعاني من أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة. ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات. كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها ظاهرة التصحر، ومن ثم فإن المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة، ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار الغابات في الصحاري وريها من خلال مياه الصرف المعالجة، بما يؤدي إلى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي. السيدات والسادة، إن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة كلا وفقا لحجم مسؤولياته وقدرته وتأثره بها. لذلك لا ينبغي أن يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ، بل يجب أن يكون مكملا لها بحيث يبنى على المبادئ التي أرستها الاتفاقية الأصلية، وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر. وأجدد من هذا المنبر اليوم التزامنا جميعا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح الجميع، مصالح جميع الدول. وشكراً.